اللبن المكثف ده خليطه ايه؟ كوبايه لبن بودره، كوبايه سكر بودره، معلقتين زبده، ونص كوبايه ميه سخنه. هنزودها شويه شويه لغايه ما نشوف احنا عايزين قد ايه. خلاص كده هناخد هنا كوبايه لبن بودره، بسم الله الرحمن الرحيم، بالخلاط، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه سكر بودره، معلقتين زبده، انا حوالي نص كوبايه ميه، اخد منها شويه كده الاول ربع، واشغل الخلاط، بسم الله. ادي كده اللبن المكثف، حطه في بطرمان بقى لغايه ما العزل استعمله، تحطيه في التلاجة طبعا عشان هو مزود له ميه، فلازم تحطيه في التلاجة ماشي،